لو بيدي يا حنين كنت اظلمك واتوسد وياك وسباحي بدمك يا ابن امي الحال الاجل بينك وبيني صوت الموت بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المسماه بالسماء بأحمد وفي الأرض أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى بضعتك فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين وعلى ولديك إمامي الهدى وسبطي الرحمة الحسن والغريب الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله صلى الله عليك يا ابن رسول الله سادتي ما خاب والله من تمسك بكم وأمن من لجأ إلى حصنكم أنتم باب الرحمة ونجاة الأمة يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما فيا نفس فيا نفس اذهبي حزنا ووجدا ويا عين بحمر الدمع جودي فيا نفس اذهبي حزنا ووجدايين ويا عين بحمر الدمع جودي على حلو الشباب وبدر تمن يا شبيه المصطفى خير الجدايا الجدود وكأني بالحسين ينادي علينا يا ليالي الوصل عودي رجوتك يا علي تعيش بعدي يا لتوسد جثتي رمس اللحايا اللحايا دي وتمشي باكيا من خلف نعشي كما يبكي الوليد على الفقيه على الفقيه ولم أنسى النساء غدا تفرت إلى نعش الشهيد ابن الشهيد فقبلت هذه كفايا انخضيبة وشمت تلك وردة بالخدوية
وزينب قابلت ليلى وقالت أعيد النوح يا ليلى يا أعيد على حلو الشباب وبدر تمن شبيه المصطفى خير الجدود. المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا آل محمد أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. لتعجيل فرج المولى صاحب الأمر، لشفاء المرضى، لقضاء الحوائج، للرحمة للموتى، لعافية الأحياء، لسلامة العلماء، خصوصا من حضر في مجلسنا هذا. ارفعوا أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد. القرآن الكريم يوصينا بالوالدين إحسانا. قبل الدخول في هذا الشيء، في الإسلام هناك حقوق للوالد على الولد وهناك حقوق للولد على الوالد. ولاحظوا في الإسلام حقوق الولد تسبق حقوق الوالد. من حقوق الولد على أبيه أن يختار له أماً طيبة، هذا من حقوق الولد على أبيه أن يختار له أماً طيبة، طيبة الأصل حتى لا يعير بها. فمن هنا يكون حق من الولد على أبيه بأن يكون له تلك الأم المحترمة الطيبة السمعة يتزوجها فيصيب منها الأولاد. نقطة بسيطة بس إخواني، سهلوا أمور الزواج، سهلوا أمور الزواج، ما في داعي حق هذه المغالاة في المهور. إحنا والله قاعدين نعيش في بلاء. إحدى الأخوات اليوم اتصلت تقول خطبني المهندس والدكتور وما أعرف إيش وأبوي يرفض ويرفض ويرفض أو يغالي بالمهور. طيب هذا شاب وتوى متخرج، من وين له هذه الأموال الكبيرة؟ شنو يبي الحبيب؟ يبي 10,000 مقدم و10,000 مؤخر، ويبي الخطبة بالفندق الفلاني، ويبي الزواج بالقاعة الفلانية، ويبي كذا وكذا، والشقة الفلانية، والأثاث الفلاني، والشبكة الفلانية. زين هذا من وين يعني؟ أنت تحطم الشاب تحطيم. ها؟ النبي يقول اتقوا الله في بناتكم فإن البنات كالثمر على الشجر إذا حان قطافها ولم تقطف ذبلت وماتت في مكانها. يا مؤمنين اتقوا الله، خافوا من الله، سهلوا أمور الزواج من الشباب والشابات. وأسأل الله بحق هذه الليلة أن يرزق المؤمنين والمؤمنات الشابات المؤمنات والشاب
والشباب المؤمنين بالزوجات والأزواج الصالحين يا رب. ما في داعي حق هذه المغالاة في المهور، ولا هذه البهرجة، ولا هذه الزهرجة. وحياتك ترى الأموال ما تكبر قدر ولا تصنع سعادة. ولو كان الأموال بالمهر كذا مغالات، لما كان لمولاتي سيدة الأولين والآخرين فاطمة الزهراء، كلكم تعلمون كم مهرها، 400 إلى 470 درهم تقول الرواية. فما في داعي يا مؤمنين ان احنا نوقف حجر عثرة في طريق هذا الشاب. من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبيرين في الأرض. أنت تكون من ناحية فساد وأنت لا تعلم. إذا هذا الشاب يروح هالبيت وطق هالباب وطق هذاك الباب، وهذا يتطلب عليه، وهذا يقول له أنت ما أعرف إيش، وأنت تقول له مو من الجنسية الفلانية، وهذا يقول له كذا. لا، الإسلام عمم، قال من جاءكم من ترضون دينه وشنو وخلقه، يكون على دين الشاب وعلى خلق. هنا أنت مالك، الشارع المقدس ما عطاك حق أنك تسكر الباب بوجهه أبدا. فهذه حقوق من حقوق الولد على أبيه أن يختار له أما طيبة. بعد من حقوق الولد على أبيه أن يختار له اسما جميلا، لأنه ثبت علميا بأن الاسم يؤثر في صاحبه ويؤثر في شخصية صاحبه. هذه من حقوق الولد على أبيه. وحياتك في ناس كأن الأسامي بفلوس. أنا أعرف أحد الشباب كان ناظر مدرسة، الحين قاموا رقهم سووهم مدير، الله يوفقهم إن شاء الله. نادى أحد أولياء الأمور قال له هذا والله ولدك جمرة ذكاء، وايد ولد شاطر، يعني احنا اتوقع له مستقبل باهر، لكن انت رجاء اطلب منك طلب. قال له شنو؟ قال له روح غير اسمه. هذا كل ما نادوه بالاسم هذا مسكين هذا ينزل راسه قدام اصحابه وهذول يضحكون عليه، اسم جدا مقزز. خير الاسماء ما حمد وعبد. سموا ابناءكم والحمد لله باسماء الانبياء، باسماء الائمة، باسماء الاولياء الصالحين. هذه الأسماء التي لها أثر وبعد إنساني كبير جدا على الإنسان، وثبت علميا أن الاسم يؤثر في شخصية صاحبه. فهذا حق من الولد على أبيه بأنه يختار له اسما جميلا. بعد من حقوق الولد على أبيه أن يربيه تربية صالحة. مو يقولون بالمثل التعلم بالصغر كالنقش على الحجر؟ انتوا شايفين هذه الآثار الفرعونية والآثار السومرية والآثار الآشورية وما أعرف إيش، هذه باقية من آلاف آلاف السنين. ليش؟ لأنها محفورة على الصخر، واللي محفور على الصخر ما يروح، يبقى مدة طويلة جدا جدا جدا. هكذا التربية بالصغر، هذا الطفل أمامك أنت تشكله على ما تريد، بالإسلام، بالصلاة، بالصدق، بالأمانة، بالإخلاص، بالولاية، بالمحبة لمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه. لأننا نحن الآن حاليا في زمن الله أعلم شنو هو. ربوهم لسبع، التربية تبدأ من اليوم الأول لسقوط هذا الطفل من جنين أم، من بطن أمه هذا الجنين. ولا تقول هذا الطفل صغير وما يعرف، لا، وحياتك هذا إنسان متكامل، كل ما يفعل أمامه يرتسم في مخيلته وفي عقله فلا يفارقه أبدا. واسمع الحديث الخطير من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الحديث يقول: إياكم والتعري أمام أبنائكم، فإذا كبروا وصاروا زنات فلا تلوموا إلا أنفسكم. أكو بعض الآباء، بعض الأمهات تقول والله هذا ولدي، حتى بعض الأخوات في البيت، هذا أخوي أو أبوي، أنا في البيت ألبس الملابس كذا. لا، ما لك حق أبدا تظهرين المفاتن أمام الأولاد أو أمام كذا. لا، القرآن صريح واضح: فلا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن.
مو على أن أنا في البيت وما أخذ راحتي وكذا، لا أبدا. أمام الأولاد، أمام الإخوان، يجب أن تكون هناك حشمة، حشمة إسلامية، هذا من الواجبات يا مؤمنين. فرسول الله يحذر، يقول هذا الطفل الصغير هذا إنسان متكامل، عالم متكامل أمامك، يجب عليك أن تتعامل معه بحذر وبعد نظر، لأنه يفهم. لذلك يعني الإسلام واضح، لو ما هذا الطفل ما يفهم وما يعرف، عندنا من السنة النبوية إذا ولد الوليد شنو نكون؟ تؤذن بإذنه اليمنى وتقيم باليسرى ثم تحنكه بشيء من تراب كربلاء، هذا من المستحبات، هذا لها بعد وأثر، حتى تنزل أول كلمة يسمعها الله أكبر، لا إله إلا الله، محمد رسول الله، عليا ربوهم لسبع، أدبوهم لسبع، علموهم لسبع، ثم اتركوا الحبل على الإسلام واضح. فهذه حقوق الولد على أبيه، هذه من أهم الحقوق، وهناك حقوق كثيرة، واللي يحب يراجعها في رسالة الحقوق للإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه في إنجيل آل محمد الصحيفة السجادية، ها، ليرى كيف أهل البيت يسحبوا إسحابا عظيما وكبيرا في هذا الناحية الكبيرة، في حقوق الولد على أبيه وحقوق الأب على ولده. ولكن نأخذ ما هو في قدر المجال وما هو في صلب الموضوع. فهذه تبدأ حقوق الولد، والنبي أيضا عنده حق، أيضا ذلك الحديث الكبير يقول اتقوا الله، اتقوا الله وبروا أولادكم مثل ما تحبوا أن يبروكم. مثل ما أنت تحب ولدك يبرك بالكبر ويدير باله عليك، أنت أيضا لازم أنت بالصغر تدير بالك عليه. إخواني، أنا أجل التدريس والمدارس، لكن المدرسة لوحدها لا تصنع شيء، الشارع لا يصنع شيء. الله الله في أولادكم، الله الله في زوجاتكم، الزوجة بزوجها بأولادها. احنا قاعدين نعيش في زمن الله أعلم شنو هو. شوفوا هذه، أنا أعيد وأكرر، هذه آفة المخدرات اللي جاي تاكل الأخضر واليابس. أنت إذا ما تدير بالك على عائلتك وعلى بيتك وأولادك، وتكون أنت المراقب والمربي لهم من الصغر حتى تحميهم من هذه الآفات، من هذه الأخطار، إذا ما تكون هناك لحمة أسرية بين الزوج والزوجة ضاع الأولاد. وهنا بالمناسبة أريد أن أشيد برجال الداخلية حقيقة في هذا البلد المبارك، وبارك الله في جهودهم وجعلها في ميزان حسناتهم بالقبض على هؤلاء المجرمين الذين يغرقون البلاد ويدمرون العباد بهذه المواد، بهذه السموم. ألا لعنة الله على من يتعامل بهذا العمل. شبابنا راحوا يا مؤمنين، وصل الأمر إلى المدارس، أطفال صغار وإذا بهم يتعاطون هذا البلاء المبرم، هذا المحطم للأعصاب، المذهب للعقول، كل هذا علشان الربح السريع، كل مخافة الله، عدم مخافة الله سبحانه وتعالى. لو كان عندهم إيمان وتقوى لما جاءوا بهذا البلاء إلى هذا المجتمعات، حطموا المجتمعات تحطيما كبيرا يا مؤمنين. ولكن أسأل الله لي ولكم إن شاء الله أن الله سبحانه وتعالى يبعد عنا وعنكم كل سوء وبلاء، ويحفظ هذا البلاد ويحفظ هذه الأرض إن شاء الله ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. فالحقوق تبدأ للولد كما قلنا قبل الوالد. ولكن اسمع، أحسنت يا ولد، القرآن يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، العبادة الكاملة التامة الشاملة لله، إنما الأعمال بالنيات، أصلي قربة إلى الله تعالى، أصوم قربة إلى الله تعالى، أبر والدي قربة إلى الله تعالى،
أزكي قربة إلى الله تعالى، أخمس قربة إلى الله تعالى، جميع الأعمال التي أعملها عبادة لله وطاعة لله. فالعبادة واضحة، آية واضحة صريحة لا لبس فيها، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس له نظير في الخلق ولا شريك في الملك، ونكبره تكبيرا. القرآن واضح وضوح الشمس، ولكن لاحظ عطف الباري عبادته بواو العطف، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، واو عطف على طول دون ما فصل أو جد، قرن الله طاعته بطاعة الوالدين يا مؤمنين. طبعا الطاعة التي تكون لله، لأن عندنا آية تقول وإن جاهداك على أن تشرك ما ليس لك به علم فلا تطعهما، ولكن صاحبهما في الدنيا معروف. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والله تقول والله القرآن يقول الله طيع والدينك وهذه من طاعة الله، أبوي يقول لي روح اشرب خمر والعياذ بالله أروح اشرب، لا أروح والعياذ بالله أعمل المنكرات أو أسرق أو هكذا، لا، في الشيء الذي فيه محرم لا طاعة، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن للوالدان حق عظيم. مع ذلك يقول لك القرآن وصاحبهما في الدنيا معروفة، يعني واجب عليك أن تلين الجانب. أنا ذكرت لكم قبل أيام قلت من الأحاديث أربع رسول الله يقول من نظر إليها فقد عبد الله، منها من نظر إلى والديه نظرة رحيمة فقد عبد الله. اللي يطالع والدينا بنظرة شفقة بنظرة رحمة، صدقوا وثقوا واعتقدوا بالله أن كأنما الآن في هذه الساعات هو يعبد الله سبحانه وتعالى. ومن نظر إلى والديه نظر مقت، مقت يعني زعل، مرات الأب يزعل عليك، الأم تزعل عليك أو عليك أنت أيها، تتكلم بعض الكلمات، نزل عينك نزل راسك ما يخالف، لا تجادل لا تتكلم. والله العظيم من غضب عليه والداه، النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا بالحق أنا أعيد وأكرر لأن الله يسامح بعض الآباء والأمهات على أتفه الأسباب ويثورون وسوف أتي بالله، لكن في الرواية من غضب عليه والداه غضبا مشروعا ولم يرضهما فإن الله لا يتقبل عمله. سمعون، إن الله لا يتقبل عمل هذا الإنسان، صليت صمت عملت ما عملت من الأعمال وأنت غاضب، والديك غضبانين عليك، الله ما يتقبل عمل إلا تروح تراضي والداك ترضيهما، لأن الله سبحانه وتعالى يقبل بهم يقبل العمل. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين، شنو إحسان النبي. اسمعوا يا شباب، اسمعوا يا أخوات، والله العظيم بدون مبالغة أنا قدامي الآن أكثر من 120 رسالة من الأمهات ومن الآباء يشتكون من أبنائهم، اللي تقول والله هذه بنتي راحت وما تجي، وواحدة تقول والله سافرت عني وخلتني، وواحدة تقول والله ما حتى ما تعرفني بشيء. ليش ليش شنو قساوة القلب هذا؟ ليش أب هذا أب اتصل اليوم يقول أنا أولادي خذوني قطوني بدار العجزة بالشؤون، يقول الآن والله العظيم 3 أشهر ما شفت واحد منهم. يا ناس هذا عين يذهب عند الله سبحانه وتعالى؟ هذا عمل؟ هذه أمك اللي جابتك حملتك في بطنها خلقا بعد خلق. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه كرها ووضعته كرها، القرآن يقول هذا جزاء الأم؟ هذا جزاء الأب أنك تكون عاصي والعياذ بالله؟
الآن النبي يقول من نظر 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 إلى الوالدين، القرآن ما يعطيك، الشارع المقدس ما يعطيك، تنظر نظرة ما. تعال شوف الجرائد اليوم، فتحت إحدى الجرائد عاق يضرب أمه وأباه، الاثنين حاطهم مساكين وضاربهم، ليش؟ أي قلب عاصي هذا والعياذ بالله؟ اسمعوا هذه القصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء إلى النبي قيل يا رسول الله إن فلان شاب له الآن أسبوع في النزع ينازع ما تطلع روحه، تعال يا رسول الله لعل الله يرحمه. النبي راح شاف فعلا في حالة غرغرة الموت وحالة صعبة، لذلك احنا عندنا في الدعاء اللهم إني أسألك الراحة عند الموت والمغفرة والعفو عند الحساب. النبي شاف في حالة شديدة من غرغرة الموت وروحه ما تطلع، وهذه حالة صعبة جدا جدا جدا. النبي سأل عليه دين عليه كذا، بعدين النبي قال هل له والدان؟ قالوا أما والده فمتوفى، متوفى له والدة، قال جيبوها، جيبوا الأم. جات قال لها أراضية أنت عن ولدك هذا أم غاضبة؟ قالت يا رسول الله أشهدك أني غاضبة عليه إلى يوم القيامة. ليش؟ قالت فوالله كان يعقني ويشتمني ويضربني. النبي قال لها أعفي عنه، أعفي عنه قربة إلى الله، من عفى عن أخيه المؤمن عفى الله عنه. قالت لا لا أعفو. النبي أراد أن يحرك قلبها، قال يا فلان ويا فلان من أصحابه روحوا جيبوا لي حطب بسرعة، روحوا جيبوا الحطب. قالت ما تريد أن تصنع؟ قال أريد أن أحرقه في النار، فوالذي نفس محمد بيده. اسمعوا يا مؤمنين اسمعوا، يقول النبي والذي نفس محمد بيده إن إحراقه بالنار لأهون عليه مما هو فيه من هذه الغرغرة، غرغرة الموت. هي رق قلبها، قالت لقد عفوت عنه كرامة لك يا رسول الله. قلب الأم ها، هذا القلب اللين، هذا القلب الطيب. قالت لقد عفوت عنه كرامة لك يا رسول الله. تقول الرواية فما نطقت بهذه الكلمات إلا وقد خرجت روحه في الحال. ها خلاص الله سبحانه وتعالى هون عليه. فمن أسباب غرغرة الموت، والنبي يقول أخاف عليكم عند غرغرة الموت، إذا وصلت الروح التراق والتف الساق بالساق وظن أنه الفراق. النبي صلى الله عليه وآله يقول إني لأخاف عليكم عند غرغرة الموت. عفت فإذا روحه تظهر بكل صراحة بكل يسر. النبي يريد أن يعطينا درس آخر. جاء رجل إلى رسول الله قال يا نبي الرحمة إني قد حملت والدتي على ظهري، أمي شلتها على ظهري، فطفت بها سبعا بالبيت الحرام، والله لم تلامس قدماها الأرض، ثم صلت ركعتي الطواف فحملتها أخرى فطفت بها بين الصفا والمروة، ثم أتيت بها إلى عرفات، ثم إلى مزدلفة، ثم إلى منى، ثم إلى الراجل، ثم إلى الطواف، ثم إلى الساعي، والله لم تلامس رجلاها الأرض، حطها على كتفي. هل وفيت من حقها شيء يا رسول الله؟ اسمعوا يا اللي انتم تعصون الآباء والأمهات. قال النبي الأعظم والذي نفس محمد بيده إنك لم توفي حق طلق من طلقاتها في وقت الولادة. كلمة آه، في وقت الولادة ما وفيت حقها. لا تحسب نفسك أنت ترى مهما يفعل ومثل ما تدين تدان، مثل ما تدين تدان. وخلني أعطيك أيضا هذه القصة الحادثة الحقيقية يرويها كثير من الخطباء. تقول الرواية
هذا رجل عجوز كبير وامرأة عندهم ولد واحد اسمه أحمد. ربوه تعبوا عليه درسوه تخرج بعدين راح طلع برا إيرلندا الظاهر أو كذا يدرس برا تخرج طبيب دكتور رجع فتح له عيادة بدأ الله سبحانه وتعالى يرزقه قام كل شهر يدز حق أمه وأبوه سكن في بلد بعيد ما نجيب اسم البلاد تحرزا سكن في مكان بعيد في نفس البلاد بلاد واسعة هم في بقاء هم في مكان وهو في مكان فبدأ يرسل لهم كل شهر يرسل لهم الأموال وكذا بعدين قام لا كل 3 أشهر يرسل لهم مرة بعدين كل 6 أشهر مرة تقول الرواية إلى أن انقطعت أخباره عنه 3 سنوات عنهما ما يدرون عنه مسكين. هذه الأم العجوز قلبها تحرك قالت للأب هذا المسكين الشايب قالت له أنا أبي أشوف ولدي قال لها احنا نروح بس ما عندنا شيء ما عندنا شيء يوصلنا إلى مكان. تقول الرواية قالت هذا عندنا جدور وما أعرف إيش احنا نبيعها وناخذ تاكسي ونروح. وفعلا ذهبوا يسألون من هنا وهناك أين عيادة الدكتور أحمد أين عيادة أدلوهم عليها. تقول الرواية جاء إليه وكان الوقت زمهرير الشتاء برد قارس ومطر وهو من بعيد قاعد في البلكونة طبعا متزوج وعنده ولد ولده اسمه فؤاد. تقول الرواية أو القصة الحقيقية هو من فوق هذا ولده الآن عمره 4 سنوات من فوق هو وزوجته ولده شاف هذول من بعيد جايين واحد يكن بالثاني مرة كبيرة وشيخ عجوز حقق النظر عرفهم قال للزوجته تشوفين هذولاك اللي جايين هذا ايش العجوز والشايب قالت بلى قال هذول أبوي وأمي جايين إذا جاوا الحين يطقون الباب لا تفتحين الباب شوفوا يلعوزون هذا الزوالي والكذا والشقة الآن. تقول الرواية فطرقوا الباب من الطارق قالت احنا أبا أحمد وهذه أمه معاي جاية قالت والله هو مو موجود الآن يلا روحوا بعدين تعال طيب افتح الباب لنا أنا كنا عن البرد والمطر قالت ما عندي مفتاح المفتاح عنده بعدين يلا تعالوا يلا روح أردت. تقول الرواية فنزل كانت هناك خريبة فجلسا بالخريبة واحد بالثاني برد شديد هو شوية كأنما رق قلبه قال حق ولده هذا فؤاد قال يا فؤاد خذ هذا احنا نسميه كمبل بطانية خذها روح ذبها على هذا العجوز وهذه قال أبا من هذا قال هذا أبوي قال أبوي يعني أبوك يعني جدي قال بلى وهذه قال هذه أمي قال هذا أمك يعني جدتي قال بلى روح هذه البطانية روح أطهم يا أخي لتلحفون فيها. هذا الولد شايفين بعض الشباب بعض الأولاد الله معطيه جمرة ذكاء الله معطيه فطنة كبيرة يقولون هذا الصغير 4 سنوات أخذ هذا الكمبل هذه البطانية شق بالنص وراح قال تعال ليش انت ما اخذ النص ونخلي قال له هذا نص انا راح الحف ابوك وامك فيه والنص الاخر راح اخليه للزمن راح اخلي ولدي ايضا يلحفك انت وامي في يوم من الايام. الله تقول الرواية فانتفض ذلك الرجل من مكانه وقام يحتضن والده ووالدته ولكن يا للأسف حركهما واذا بهما ميت. ميتين يا أم. فالأم لها حق كبير. ذاك الشاب يأتي إلى رسول الله يا رسول الله إذا ندهني أبي وأمي في ساعة واحدة فمن أجيب قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال فأباك. الأم لها 3 أسهم لها سهم الحمل والرضاعة والتربية وإن كان الحين مع شديد الأسف الأمهات ها وين والوالدات يرضعن والد أولادهن حولين كاملين وين ما تبي ترضع ولدها ليش ما تبي الحبيبة يخترب جسمها يخترب إيه جسمها يخترب هذا ما تبي ترضع الله يخلي ميري تخلط النيدو وتعطي الله يخلي مير
وفعلا لا ما تشوفون الأولاد تفككوا. ليش يا مؤمنين؟ ترى القرآن عندما يقول هذه الكلمات ها لبعد النظر في الإنسانية، القرآن عندما يقول والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لأن في حليب الأم علاقة كبيرة جدا للولد، من ناحية العقل من ناحية الحنان. فالآن المسألة لا تكون هكذا منفلتة 100%. كثير من الشابات كثير من الأمهات لا يلتفتون إلى أولادهم أبدا، لا في رضاعة ولا في تربية ولا في جلوس ولا ولا. شلون بعد تبي أنت هذا يحن عليك ويطلع معك زين كذا؟ مو أنت تارك أصلا، مو أنت تارك أصلا، ما تعلم به، ما في لحمة أسرية، وإذا تفككت اللحمة الأسرية خلاص ضاع هذا الولد. فالأم لها ثلاثة أسهم، الأب له سهم واحد، سهم الكد والتعب والسحر. فالقرآن صريح واضح، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. أمير الشعراء عفوا أمير الشعراء أحمد شوقي له مساجلة جدا جميلة جدا جدا رائعة، يقول أنه هناك يوم من الأيام الشيطان تمثل بصورة إنسان لفتى، ها قال له أنا راح أعطيك جواهر ودرائق وقلائد ودرر وكذا، بس أبيك تفضل هذه الخنجر روح أغرسها في صدر أمك وجيب لي قلب أمك. يقول أغرم رؤني يوما غلاما يافعا، قال له ائتني بفؤاد أمك يا فتى، ولك القلائد والحرائر والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب استخرجه على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى، كان يركض القلب بيده، لكنه من فرط سرعته هوى، فتدحرج القلب المعفر إذ عثر، فناداه قلب الأم وهو معفر، آه يا ولدي هل أصابك من ضرر؟ لاحظ رحمة الأم على ولدها لأي درجة. وإذا قسات القلوب يضربون أمهاتهم وأبائهم، وإذا والعياذ بالله قسات القلوب يرعبون أمهاتهم وأبائهم، وإذا والعياذ بالله قسات القلوب يقطعون آبائهم وأمهاتهم، وإذا والعياذ بالله الذين قد غضب الله عليهم وبقت عليهم يرمون آبائهم وأمهاتهم في المستشفيات أو في هذه دور العجز أو غيرها. وهذه مجالس الحسين فرصة للتوبة يا مؤمنين. الحسين مشعل نور وهداية للجميع. إذا في مجلسنا، إن شاء الله مو مجلس، إن شاء الله مو موجود هذا، ولكن إذا في مجلسنا شاب أو شابة قاطع لوالديه مؤذن لوالديه، فليقدم التوبة هذه الليلة قربة إلى أبي عبد الله الحسين، وليتوب إلى الله، وليذهب وليراضي والديه، فإن حقوق الوالدين يقول صلى الله عليه وآله إن حقوق الوالدين لا تسقطان حيين كانا أو ميت. لا تتصور إذا مات الأب أو ماتت الأم تقول والله لا خلاص، لا 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 أبدا. قال صلى الله عليه وآله وسلم إن حقوق الوالدين حيين كانا أو ميت. قيل يا رسول الله عرفنا كيف نبرهما حيين، بأن نصلهما ونقوم على خدمتهما ونقوم على طاعتهما ونعمل ما يرضيان به برضا الله، فكيف نوصلهم ونبرهم ميتين؟ قال بالدعاء لهما، بالصدقة عنهما، والباقيات الصالحات خير. الآن وين؟ الله وكيلك الذابحون حتى على الثلث ما يودونه إلى المراجع وما يودونه إلى يأخذونه. النبي صلى الله عليه وآله يقول بأبي هو وأمي بالدعاء، مو عندنا بالحديث إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، إحداها ولد صالح يدعو له. وجبت لكم أنا رواية قبل كم يوم، ذلك الرجل الذي الله رفع عنه العذاب في
في القبر ببركة ولده الذي كان يقرأ القرآن على ظهر الدنيا. الله رفع عنا عذاب في القبر. النبي يقول عجبت، جاء رجل إلى أو شاب إلى رسول الله قال يا رسول الله عندي حاجة ومتعطلة، قال روح لأمك تدعو لك فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. وبالمناسبة قبل ما أجي بهذا الحديث أجيك أيضا برواية عن رسول الله. اليوم كل رواياتنا حقيقية عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي قال حق واحد، استدعى واحد من الشباب من الصحابة قال خليجيني استبطأ. عجيب، لأن النبي كان إذا دعا أحد تقول الرواية يأتون إليه، النبي الرحمة ورسول الله كانوا يأتون إليه بالسرعة. هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أين فلان؟ ما جي. أين فلان؟ ما جي. بالمرة الثالثة جي، الصحابة بدأوا يستبطئوا، ليش بطأت على رسول الله؟ ايش فيك اليوم أنت تأخرت؟ النبي قال له أين كنت؟ استدعيتك ثلاث مرات، والنبي يعلم، لكن لاحظ لاحظ، قال يا رسول الله كنت أتمرغ على باب الجنة. هذول الصحابة قاموا يضحكون، قالوا له قول غير هالكلام، وين وين الجنة احنا في الدنيا؟ قال النبي لقد صدق الرجل، صدقه الحال في الحال رسول الله، أخبرهم أين كنت؟ قال كنت أقبل وأغسل وأقبل رجلي والدتي. الله الله، الآن يا معود لا تقبل ريلها ولا تغسلها، بس يا معود فكها من شرك. إيه صراحة أتكلم، أنا صراحة أتعور، أنا صراحة أنا هالشكل أنا صريح يا معود، بس فكها من شرك. ها بعض الأشياء والله العظيم عيب الإنسان يندى لها الجبين، والله العظيم، والله أخاف أتكلم بكلمات هذه الليلة، يعني أخاف. فإنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على محمد. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله، فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول، إن شاء الله الأوراق كثيرة، صلوا على محمد وآل محمد. فالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم يقول إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث، إحداها ولد صالح يدعو له. فأنت أيها الشاب، أيتها الشابة، مدعاة خير إلى الوالد إلى الوالدة. جاء رجل إلى النبي قال عندي يا رسول الله عندي حاجة متعطلة، قال روح إلى أمك تدعو له فإن دعاء الأم مستجاب بحق ولدها. وأيضا هذه ملاحظة إلى الأمهات، بعض الأمهات الله يحفظكم، يا أمهاتي لا تصير الأمور شوية فيها شوية عصبية وكذا مع الزوجة مع زوجة الابن وكذا، وكثير أيضا تأتي مشاكل وكذا، لا تصيرين شوية أنت قاسية القلب، هذا الولد ما راح تأخذ منك هذه الجنة هذه الزوجة أبدا. الأمور بالتعقل، توازن الأمور بين زوجتك وبين أمك، لأن بعض الأمهات سبحان الله من تزوج ولدها شبت الغيرة عندهم. وبكل صراحة في كثير من الأمهات خربنا بيوت أولادهن بصراحة. فالمسألة يجب أن يكون فيها توازن يا مؤمنين، تعقل، إيمان، بعد نظر، مخافة من الله سبحانه وتعالى من الطرفين. لا تصير الأمور على أبو أني أنا أمك وأزعل عليك وما بيئك واطلع برا ولا تجيني وكذا. هذا شاب الآن يقول أمي تقول طلق زوجتك، وزوجتي إنسانة طيبة مؤمنة مصلية ما خانتني ما عملت شيء، ليش ليش يعني تبي تهدمين الأسرة؟ ليش؟ أنا بعرف ليش. لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، أعيد وأكرر، نعم لك حقوق أيتها الأم وحقوق كبيرة ولا تقاس، ونعم أيها الأب لك حقوق كبيرة، ولكن في مرضات الله ليس في معصية الله. أخت ثيابة أخرى تقول أبوي يقول لي قط الحجاب،
لا ضربي بكلام أبوك سبع طرف. أنا أقول شنو قط الحجر آخر ما تستحي؟ هذا الحجاب زينة المرأة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول في الإسراء والمعراج في يوم الإسراء والمعراج: مررت على جهنم فرأيت أكثر نساء أمتي في جهنم، ورأيت صنفا من العذاب امرأة معلقة بشعرها ويأكلها النار، وقد سلطت عليها الأفاعي والعقارب تلدغها من كل مكان. فقلت: ما هذه؟ قال: هذه التي لم تراعي حجابها السافرة والعياذ بالله. ليش؟ بنتك متحجبة مؤمنة طيبة، انت الأب بدل ما تشجعها. والله عيب يعني، والله كلمات المفروض ما تنقال، بس لا حول ولا قوة إلا بالله. انت بدل ما تشجع بنتك من الصغر على الحجاب، على الستر، على العفة، على الكرامة، على الحياء، انت تقول لها اخلعي الحجاب؟ والنبي صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل، قال له: أتنزل من بعدي يا جبرائيل؟ قال: 10 مرات يا رسول الله، 10 مرات أنزل، مرة أنزل فأسلب الحياء من النساء. شايفين الحين المتشبهات بالرجال والعياذ بالله؟ شو السالفة؟ قال: بوية. بوية شنو؟ وهذه حدثت أمامي في جمعية، صارت صيحة كذا، رحت وإذا الله وكلكم واحدة معضلة طاق لها صبي خلي الدم يصب منه. شو السالفة؟ قلت: شنو؟ تقول: وخروا عنها، هذه بوية ولا تكسركم الحين كلكم مني. شو السالفة؟ لعن الله المتشبهات بالرجال، ولعن الله المتشبهين بالنساء. وانقلبت الآية، يشوف الولد بيصير جنس ثالث، مطول لي شعره وما أدري شنو مسوي. هذا كله من الضياع. ثق واعتقد، لو كان إيمان، لو كان قرآن، لو كان ولاية، لو كان محبة، لو كان صلاة، لو كان تربية، لو كان مخافة من الله، ما وصلنا إلى هذا المستوى يا مؤمنين، لما وصلنا إلى هذا المستوى. فجبرائيل يقول: أنزل 10 مرات، مرة أسلب الحياء من النساء، ومرة أسحب الغيرة من الرجال. تشوفه يمشي مع زوجته، مع بنته بكامل زينتها، بكامل مفاتنها، ولا ويفتخر الحبيب، ايه عنده فخر هذا انها لابسة وكاشخة وكذا. من تزينت لغير زوجها وشم منها الأجنبي الرائحة لعنتها ملائكة السماء والأرض. هذا صريح القرآن، هذا مو كلامي، هذا مو كلام المرجع الفلاني، هذا مو كلام زيد وعبيد، هذا كلام رسول الله، هذا كلام المعلم الأول، هذا كلام من لا ينطق عن الهوى. حتى المسألة يكون فيها حفاظ يا مؤمنين. الإسلام مو قترة، مو على كيفنا إحنا نأخذ اللي نبي ونرمي اللي ما نبي، لا، إما أن تأخذ الإسلام بكليته ولا ما يصير شيء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا جبرائيل تنزل؟ قال: 10 مرات، مرة أسحب الغيرة من الرجال والحياء من النساء، بعد قال: مرة أسحب الرحمة من الشباب. الله، لماذا؟ وإذا تشوف شاب بدون رحمة، شايفين الآن هذه والعياذ بالله موجة القتل، على شنو؟ قال: ليش تطالعني؟ سبحان الله، وأغمض عيوني أنا؟ ما يصير. أنا حدث، أنا أتكلمك معك والله العظيم حدثت معي مرة جاي، أنا هذا اللي يسمونه شارع الحب، ابتلينا كل مكان سموه، واحد واقف لبسيكل ما أدري والله هذا اللي وراه، ما أدري رجال مرة، أنا ما أدري. قال لي: ليش تطالع؟ قلت له: بعد أنا شو، هذا شارع عمي، أنا بطالع يمين شمال، أنا قاعد أسوق سيارة، ما يصير أنا أغمض عيوني وأطالع سيدي. يعني مسألة العاد، شايفين كم واحد راح على موقف سيارة يقتلون واحد، على نظرة يقتلون واحد، هذا شنو هذا؟ هذا رحمة ما في قلبه، صدق وثق واعتقد، هذا لو في قلبه رحمة ما يأتي هذه الفواحش، هذه فواحش كبيرة، منكرات عظيمة هذه. أنت مو على كيفك، تزهق روح. من قتل نفسا بغير نفس كأنما قتل الناس جميعا. المسألة لازم تكون فيها مخافة من الله سبحانه وتعالى.
فالنبي قال له أنت اذهب إلى والدك والدتك يدعو لك. قال له ما عندي، الوالدين ميتين. حتى لا يروح الوقت، وراح الوقت وسامحوني إذا أنا طلت عليكم. قال له طيب. قال له لا متوفين. قال له اذهب إلى قبر والدتك أو قبر والدك، فقرأ الحمد وقل هو الله أحد وإنا أنزلناه، ثم تتبعها بآية الكرسي، ثم تتوضأ فتصلي ركعتين عند قبر والدتك واطلب حاجتك، فإن الله يقضي حاجتك ببركة والدتك أو والدك. لا تقول هذول راحوا ماتوا خلاص انتهى التكليف، لا، حتى حيين كانا أو ميتين الوالدان لهما بعد عظيم عند الله سبحانه وتعالى. فالنبي يقول ذلك، سأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال كيف عرفنا كيف نبرهما حيين، فكيف نبرهما ميتين؟ قال بالدعاء لهما، بالصدقة عنهما، بإطعام الطعام. هذا شيء مهم يا مؤمنين، أنك تطعم طعام على روح والدك، على روح والدتك، بالبذل، بالعطاء في مجالس الحسين، بتزويج هؤلاء الشباب. ثقوا واعتقدوا كثير من الشباب مسكين بيتزوج سواء بالكويت أو حتى خارج الكويت. هذه اللجان المنتشرة الكثيرة، هذه كلها باقيات صالحات على روح والديك، كذا لها أثر وبعد كبير جداً. لذلك ترى الولد المتأدب الإنسان الذي له الله سبحانه وتعالى، الله سبحانه وتعالى يجعله في أعلى عليين، في أعلى عليين. وهذه الليلة عندنا نموذج للولد المتأدب، عندنا نموذج للولد البار بوالديه، عندنا نموذج للولد الصالح الذي كان نعما ولد لأبيه ولأمه، ألا وهو علي الأكبر صلوات الله وسلامه. هذا البطل، هذا العملاق، جاء رجل يقولون مسيحي، خل أعطيك مداخلة حتى تعرف شنو هذا علي الأكبر، شنو هالشاب، شنو هالأخلاق، شنو هالتربية، وكفيك تربية الحسين ابن علي ابن أبي طالب سلام الله. جاء رجل إلى النبي قال يا، أو إلى الإمام الحسين قال يا أبا عبد الله، إني في ليلة البارحة رأيت جدك أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم، فأردت، فأبهرني جماله، ولكن يا للأسف ما أسلمت على يديه، ما قلت أشهد أن لا إله إلا، والآن أنا جاي لك وإني أرى فيك ملامح جدك رسول الله، يكلم الإمام الحسين، وأريد أن أقول لا إله إلا الله محمد الرسول. قال له الإمام الحسين أصبر أصبر هنا أصبر. ثم صاح ولدي علي، علي الأكبر، تقول الرواية، فخرج، فلما رآه ذلك الرجل وقف قال الله أكبر، هذا الذي قد رأيته في ليلة البارحة، ها، كان علي الأكبر أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. كان جماله جمال رسول الله، كان أخلاقه أخلاق رسول الله، كانت أفعاله أفعال النبي. هذا البطل، هذا العملاق، هذا الولد الوصول البار بوالديه. شوفوا في الطريق إلى كربلاء الإمام الحسين هومت عيناه بالنوم على ظهر جواده، رأى هاتف ينادي لا إله إلا الله، القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. الحسين انتبه بأبيه وأمي، قال إنا لله وإنا إليه راجعون. سمعه علي الأكبر، ضرب جواده، أبا
لما استرجعت والاسترجاع جميل؟ قال إني رأيت ما رأيت. قال أبا أولسنا على الحق؟ قال بلى ورب الكعبة يا بني. قال يا أبا إذن لا نبالي أوقعنا على الموت أم وقع الموت. لاحظ هذا البطل، لاحظ هذا الإيمان، لاحظ هذه التربية التي أثمرت في هذا العملاق المسمى بعلي الأكبر صلوات الله وسلامه. ولاحظ الإمام السجاد، الأصحاب كلهم وآل بني هاشم دفنهم في حفرة واحدة إلا علي الأكبر خلاه عند رجل الحسين، لأنه كان حبيب الحسين هذا. لذلك تقول الرواية في يوم عاشوراء الإمام الحسين أول من برز من بني هاشم هو علي الأكبر صلواته، أول من قتل علي الأكبر. الإمام الحسين صاح وقلة ناصراه وغربته، ها وإذا بعلي الأكبر أبا لبيك وسعديك. الإمام الحسين ما قال له أبرز يا بني، لاحظ لاحظ، أهلا ومرحبا بالشباب، جيبه جيبه اعملوا مكان يا مؤمنين، أهلا أهلا تعال جيبه 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 يمين جيبه. الإمام الحسين عليه السلام ما قال له أبرز. الإمام الحسين علي الأكبر من وين أخذ الرخصة؟ علي الأكبر أخذ الرخصة بأبي هو وأمي، سمع الحسين أرخى سدولة تقول الرواية، الإمام الحسين أرخى سدولة ودمعت عيناه، ثم قال اللهم اشهد على هؤلاء القوم فقد برز إليهم غلام أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا بحبيبك رسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى جمال النبي نظرنا إلى وجه هذا الغلام. ثم قال يا ابن سعد قطع الله رحمك كما قطعت رحمك، ولم تصل قرابتي في رسول الله. هنا عرف الرخصة علي الأكبر، تقول الرواية فهجم على القوم، أنا علي بن الحسين بن نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف حتى ينثني ضرب غلام هاشمي علوي. تقول الرواية هجم عليهم قاتلهم قتال الأبطال حتى ضج العسكر بأكمله، قالوا الله أكبر لقد خرج علي بن أبي طالب من قبره. فبينما والحسين وجهه متهلل متهلل لشجاعة ولده علي الأكبر، وليلى وين واقفة أمه بالخيمة، مرآة وين المرآة مات المعركة وجه الحسين، بينما الحسين كذلك إذ انخطف لونه يا مؤمني. صاحت ليلى سيدي أبا عبد الله أصاب ولدي ضرر؟ قال لها لا لا، ولكن برز إليه من يخاف منه عليه، لقد برز له ابن حمران وهو يعد بألف فارس. قالت ما أصنع؟ قال اذهبي إلى الخيمة وادعو إلى ولدك، فإني سمعت حبيبي رسول الله يقول إن دعاء الوالد مستجاب بحق ولدها. الله الله في أمهاتكم، الخاطر علي الأكبر يا مؤمنين يا مؤمنات، الله الله في الآباء والأمهات. دخلت ليلى إلى خيمتها نشرت شعرها صاحت إلهي بغربة أبي عبد الله. الله يا له من قسم، يا له من قسم، إلهي بغربة أبي عبد الله، إلهي بعطش أبي عبد الله، إلهي بوحدة أبي عبد الله. يا راد يوسف إلى يعقوب أردد ولدي علي إلي سالمة، والله طبت الخيمة تعال غيري معاي ما تجاوب، والله طابت الخيمة الغريب ويتوسلت لا
الله بحبي يا راد يوسف من مغيب يا عقوب ومسجدنا حيب ابني علي سالم تجيب. انتصر علي الأكبر على بكر بن حمران فاحتز رأسه وجاء إلى أبيه الحسين: أبا يا حسين، إن صيد الملوك إذا برزوا أرانب وثعالب، وإذا برز فإن صيدي قطع رؤوس الأبطال، تقول الرواية. ولكن علي الأكبر جاء بطلبه، طلب يبي من أبو الحسين شنو؟ يقول له: يا أبو يا قطرة ميلت فداؤك شيعتك، يا فداؤك شيعتك. يقول يبا أنا بماي عطشان، يا أبويا قطرتهم ماي. سيدي بالعذر مولاي، بالعذر بالرخصة منك يا ابن رسول الله، والله يا أبويا قطرتهم ماي الجبد اتقوى ورد للميدان وحدي، يا ابويا انفطر كبدي وحق جدي، العطش والميدان والحار. الحسين يجاوبه يقول له: منين اجيب الماي؟ ما هو حاجيك شعب قلبي وبهضني، ولكن انتظر يا بني سوف يسقيك جدك الأوفى شربة لا تظمأ بعدها أبدا، لكن قبل أن تذهب إلى ميدان القتال دونك أمك فإنها بالخيمة. جاء علي الأكبر إلى أمه ليلى، جاء هذا الشاب الرؤوف، هذا الشاب الرحيم، هذا الشاب المؤمن، هذا الشاب الطيب الذي جسد الإيمان قولا وفعلا وعملا. أخذ رأس أمه بكل حنان بكل عاطف، وضع رأس أمه في حجره، ثم تساقط، تقول الرواية، قطرات من الدموع. انتبهت: أعلي هذا؟ قال: بلى، فداؤك علي يا أمه، لقد استجاب الله لدعائك. يقولون في الأثناء وإذا بليلى تسمع الحسين وغربتا وقلة ناصرا: أما من ذاب يذب عنا؟ أما من محام يحامي عن حريم رسول الله؟ قالت: قم يا ولدي وبيض وجهي عند جدتك فاطمة الزهراء. يلا قوم، الإسلام أغلى منك يا علي، روح، الدين أغلى منك، اذهب إلى البراز. عندها برز مرة أخرى يقاتل قتال الأبطال، عقوب ما شرق الحومات وطا جت ضربة العبد. يقول ذلك الملعون: عند ذلك احتوى شوح من كل مكان، فطعنه رجل بخاصرته، ثم جاء منقذ العبد فضرب علي الأكبر على رأسه ففجر هامته. عند ذلك علي الأكبر انحنى على قربوس جواده وشبك المهر بكلتا يديه، سالت دماء علي الأكبر كالنهر الجاري، غطت عين الفرس، وإذا بالفرس قد ذهب به إلى المعركة. شبك على مهر لبى علي ودي لابوه حسين عن العدوان يحمي، اثار المهر للعدوان فاربي، واجب يا ويلي بوسط المعسكر. شنو صار مع علي الأكبر؟ هذا يقطع بسيفة وريد، وهذا بالخناجر فالصليد،
وهذا يغض من رمح الحديد وهو يعالج برواحته ويبغار. فلما بلغت روحه التراق نادى أبا يا حسين عليك مني السلام، هذا جدي رسول الله قد سقاني من كأسه الأوفى شربة لا أظمأ بعدها أبدا. تقول الرواية، تقول زينب لما سمع الحسين صوت ولده علي الأكبر نادى ولدي علي ولدي علي ولدي علي وغاب إلى المعركة. يقول حميد بن مسلم ما راح أخليك الليل، كل لحظة للإمام الحسين مع علي الأكبر راح، وبالرخصة منك إذا تأخرت عليك 5 دقائق. تقول الرواية جاء يقول حميد بن مسلم رأيت الحسين لما وصل إلى علي الأكبر أخلى رجليه من الركاب، شارينا من ركاب الفرس، نزل الحسين بالهوينة لا لا لا. تقول الرواية فرمى بنفسه على ولده وتمدد معه بالميدان وهو يقول ولدي علي ولدي علي على الدنيا بعدك العفا، أما أنت فقد استرحت من همها وغمها وبقي أبوك لها، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ثم قال يا بني هاشم احملوا أخاكم، جاء بني هاشم حملوا علي الأكبر والحسين يهرول خلفهم وينادي وولداه وعلياه ومصيبته. زينب رأت علي الأكبر جايبين جنازة صاحت والله قومي لعلي الأكبر، ها عندك حلني يا عاشوري هذه الليلة، صاحت قومي لعلي الأكبر يا ليلة ها هيا بارك الله، قوم العلي الأكبر يا ليلة يا لا والله مطروح ظلم حاد ما حد يشيلها. والله ما حد يشيلها ومن الماي ما برد غليله ومن الماي ما برد ما برد غليله هيا ادخلوه الى الفسطاط بيت الدعاء سألك الدعاء. ادخلوا علي الاكبر الى الفسطاط، جلست امه جلست زينب جلست البنات الهاشمية العلوية سكينة رقية عاتكة صفية، هذا الشباب ممدد الحسين يبكي 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 بكاء مرة. ثم ينظر الى زينب يقلها علي راح علي راح زينب ترى علي راح علي راح علي راح يقلها يا زينب علي راح شافه والنبي شافك علي راح صاحب صوت يا زينب علي راح والله وظلمت الدنيا يا 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 علي يا كوكبا ما كان يا أقصر عمره وكذا تكون كواكب الأسحار يا كربلاء لم تتركي لنا يا الله. مولاي سيدنا تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء أما يجيبون مضطر إذا دعا ويكشف السوء
يا الله يا مجيب دعوة المضطرين، يا غياث المستغيثين، يا أرحم الراحمين، يا أبصر الناظرين، صل على محمد وآله الطاهرين. وادخلنا في كل خير أدخلت فيه محمد وآل محمد، واخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمد وآل محمد. اللهم إنا نسألك خير ما سألك به عبادك الصالحون، ونعوذ بك مما استعاذ منه عبادك المخلصون. اللهم اجعلنا بارين بآبائنا يا الله، يا أرحم الراحمين، اغفر لنا يا كريم، ارحم علماءنا الماضين وأيد الباقين في مشارق الأرض ومغاربها، سيما من حكم من حضر في مجلسنا هذا، اللهم أيده بتأييداتك يا أرحم الراحمين. أخواني، كثير من المؤمنين يرسلون الأسماء، الدعاء لأخوكم المؤمن حسين عبد الكريم أحمد، عمليته غدا الله يشافيه، كما نقرأ الفاتحة على روح المرحومة وحيدة هادي رحمة الله عليها، كما المريضة أم جاسم مريضة بالمرض السرطان والعياذ بالله، نطلب لها الشفاء والعافية بحق علي الأكبر ومصيبته. يا الله، اللهم شافي كل مريض، اللهم اقضي حاجة كل محتاج، من كان في مجلسنا طالب حاجة اقضيها له يا الله بحق مولانا علي الأكبر. لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا يا الله، اجعل هذا بلدا آمنا وارزق له من الثمرات لعلهم يشكرون. المؤسسون لهذا المأتم، القائمون بخدمة هذا المأتم، السامعون الجالسون، اللهم بلغ أرواحنا وأرواحهم وأرواح موتانا وموتاكم ثواب الفاتحة مع الصلوات. لو بيدي يا حنين كنت ظلمك وتوسد وياك وسباحي بدمك، يا ابن أمي يا الحال الأجل بينك وبيني صوت الموت تنادي.